الرحيم. الحمد لله تعالى وحده، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الذي لا نبي بعده، رضي الله عن آله وأصحابه الأئمة، وأكرمنا فرض عنا معهم يا رب العرش العظيم. تجهز المسلمون للخروج لفتح مكة المكرمة بعد أن نقض المشركون من قريش وحلفائهم عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه قبل أن يخرج إلى مكة ليفتحها، فقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. وقلت لكم إنه أرسل بسرية باتجاه آخر غير مكة ليعمي على المشركين خبره، ودعا الله تعالى أيضا أن تصرف العيون والأخبار عن قريش، فاستجاب الله تعالى دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. تجمع بأرض المدينة 10,000 إنسان يريدون الخروج لفتح مكة، فإذا بحدث جلل يحصل قبيل خروجهم، ذلك أن رجلا من المسلمين وقع في خطأ جليل، كتب كتابا إلى المشركين يبلغهم فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم لفتح مكة. ما شأن هذا الرجل؟ سنأتي عليه. من هذا الرجل؟ أولا هو حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. حاطب هذا من المهاجرين، من الفضلاء، من الصلحاء، من الذين حملوا رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس، والذي حملها إلى ملك مصر. يعني ليس صحابيا منحرفا، أو ليس والعياذ بالله يتهم بالنفاق، أو ما الذي جرى له؟ المهم كتب هذا الكتاب، قال الإمام السهيلي ولفظ الكتاب: إلى معشر أهل مكة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم بجيش كالليل يسير كالسيل، فوالله لو كان وحده لنصره الله عليكم. لو أجا وحده بس لعندكم لنصره الله عليكم، فإن الله منجز له ما وعده، فروا رأيكم والسلام. حمل هذه الرسالة امرأة من المشركات. قال: من أين جاءت هذه المرأة؟ هذه المرأة جاءت إلى المدينة لحاجة لها، اسمها سارة. فدخلت فكلمها فقال: أجعل لك جعلا، يعني بعطيك مصاري على أن توصلي هذا الكتاب لأهل مكة. فأخذت الكتاب أي الرسالة وخبأتها معها وانطلقت. فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغه الخبر، فدعا عليا والمقداد بن الأسود وصحابيين آخرين، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ. روضة خاخ اسم مكان، فإن بها ضعينة معها كتاب فأحضروه. فانطلقوا تعادى بهم خيلهم حتى وصلوا إلى المكان فوجدوا الضعينة. الضعينة يا أيها الأحبة كلمة تطلق على المرأة إذا ركبت على الجمل. النساء إذا ركبن على الجمل يضعن فوق الجمل ما يسمى بالهودج، وهو شيء يستر المرأة بحيث إذا كانت على ظهر الجمل لا تنكشف، فهذا ما يطلق عليه لفظ الضعينة. قال: فرأوها فأوقفوها ثم قالوا: هات الكتاب. قالت: ما معي من كتاب. فقال علي رضي الله عنه: والله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتعطين الكتاب أو لنجردنك.
لذلك قال الإمام البخاري بوب بابا في صحيحه فقال: باب النظر في شعور أهل الذمة ونسائهن إذا كان الأمر محتاجا. إذا في ضرورة، مثل الآن طبيب ده يعالج امرأة، ايش ده يساوي؟ مضطر مثلا، وهذا الإنسان إذا اضطر ما في وسيلة إلا يخلعون لها ملابسها ليأخذوا الكتاب، إذا أنكرت فذلك حينها جائز. هم ما أرادوا ذلك، لكنه تهديد، ولو فعلوا ما كانوا آثمين إذا أصرت. فقال: لتعطين الكتاب أو لنجردنك. قالت: فأعرضوا. فأعرضوا فحلت قرون رأسها، القرون يعني شعرة إذا ساوت له فتايل، فحلت قرون رأسها فإذا بها قد وضعت الكتاب يعني الرسالة، طوتها في داخل شعرها لمزيد التعمية، ثم أعطتهم الكتاب. هذه المسألة من أعجب ما يروى في التاريخ. امرأة مشركة كافرة قالت للمسلمين: أعرضوا، ديروا وجهكم لأني دا أكشف عن شعري. لا إله إلا الله. الآن نساء مسلمات تراهن يفعلن مثل هذا، يا الله ما الذي حل؟ ثم يقول الإنسان: من أين يأتينا البلاء؟ والله من كثرة ذنوبنا يا أيها الأحبة، من كثرة ذنوبنا، من كثرة معاصينا، من المنكرات التي صارت من أيسر الأمور. لأن إذا مشيت في الشوارع أو ذهبت إلى منطقة الجامعة أو كذا، يعني 40% 30% من النساء المسلمين بلا حجاب مطلقا، مطلقا نهائي، واللي فيه حجاب ليس بحجاب. أنتم تعرفون أيضا لابسة بنطال ضيق هذا ليس حجابا، التي تضع الأصباغ على وجهها، ملأت وجهها بالأصباغ، هذا ليس حجابا، لابسة لباسا شفافا ليس حجابا، وهكذا. سبحان الله، امرأة كافرة، كافرة في قلبها نخوة شهامة لا ترضى أن ينظر إليها الرجال، فقالت: أعرضوا. فيا ليت مثل هذه الشهامة ترجع إلى نفوس رجال المسلمين ونساء المسلمات، فيتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ويقلعوا عما هم عليه. لكن الأعجب من عجائب هذا الزمان أيضا، أن رجلا يزعم أنه داعية وهو مسلم وهو من بلادنا ثم خرج منها، يقول: إيه ليس الحجاب فرضا، هو يعني أمر جميل، إن فعلته المرأة جميل، إن لم تفعله ما في مشكلة أبدا، مو بس فرض، يعني سنة وما مؤكدة كمان. من داعية إسلامي كان في بلادنا، لا أريد ذكر اسمه، وأمثاله آخرون، يعني ما هو متفرد بهذا الكلام. سبحان الله. فأعطتهم الكتاب، فأخذوا الكتاب ورجعوا فأعطوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي حاطبا فقال: ما هذا يا حاطب؟ فقال: يا نبي الله لا تعجل علي، يعني كما شلون الإنسان بتدخل على الثاني، يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش لست منهم، وكان لي عندهم قرابة وأهل وولد، فأردت أن أصطنع معهم يدا يحمون بها قرابتي عندهم، وكان لمن معك من المهاجرين قرابات يحمون لهم من كان بأرضهم، فأردت أن أصنع معهم هذا لعلهم يحمون قرابتي، والله ما فعلت هذا الأمر ردة عن ديني ولا كفرا بالله تعالى. يحلف: والله ما فعلت ذلك بهذا السبب، لأنه أنا كافر أو مرتد أو منافق. فكان عمر رضي الله عنه قريبا، فقال: يا رسول الله إذن لي أن أضرب عنقه، فقد نافق، خان الله ورسوله، وفعلا خيانة عظمى هذه، خان الله ورسوله. فقال: مهلا يا عمر، إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هؤلاء أهل بدر رضي الله تعالى عنهم نالوا مغفرة مسبقة. الله أكبر،
وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. سبحان الله. فدمعت عينا عمر رضي الله تعالى عنه وقال الله ورسوله أعلم. فلم يلبث أن نزل قوله تعالى في مفتتح سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. انظر بماذا افتتح الله تعالى الآية: يا أيها الذين آمنوا. فالله يشهد لحاطب بأنه مؤمن ليس بكافر. أخطأ، جريمة، لكن مسلم. لا تتخذوا عدوي وعدوكم، عدوي وعدوكم. الله تعالى يريد أن يحرك في قلب حاطب كيف تقع في هذا الخطأ. هذا مو بس عدو الله الكافر، عدوك لك كمان، يعاديك لأنك تحب الله، يعاديك لأنك توحد الله. عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. بريدوا تكفروا، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يوم القيامة يفصل بينكم الله بما تعملون بصير. قد كانت لكم آية أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك إلى تتمة الآيات. فقبل الله تعالى توبة هذا الإنسان وغفر له رغم أنه كان قد تصرف تصرفا شنيعا جدا. اجتمع المسلمون وأذن لهم رسول الله بالانطلاق، فخرج جيش عظيم مقداره 10,000 وتوجه إلى مكة المكرمة. وفي الطريق يلتقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمه العباس بن عبد المطلب ومعه أهلوه. عباس رضي الله عنه كان قد أسلم من قديم، لكنه كان بقي بمكة ليبلغ رسول الله بأخبار أهل مكة. أهل مكة المنافقون جواسيس على المسلمين بعثوا له الأخبار، فكان العباس رضي الله عنه أيضا يرسل الأخبار إلى المدينة بما يصنع المشركون. فلقيه في الطريق فضمه إليه. عاد العباس إلى مكة مع رسول الله ثم رجع إلى المدينة، يعني هو في الأساس كان قد هاجر. قال: ثم بعد ذلك التقى أيضا برجلين من قرابته من أقرب الناس إليه، ابن عمه وابن عمته. أما ابن عمه فهو أبو سفيان ابن الحارث، وأما ابن عمته فهو عبد الله ابن أبي أمية. أبو سفيان بن الحارث غير أبو سفيان بن حرب يا أحبابنا. أبو سفيان بن حرب اللي البارحة وأول بارحة ذكرناه قائد المشركين غيره، شخص آخر لا علاقة له أبدا به. أبو سفيان بن الحارث هذا الذي أذكره لكم ابن عم رسول الله لزاما. قال منه يعني أبوه اسمه الحارث بن عبد المطلب، مات قبل الإسلام قبل البعثة فلا نعرف عنه شيئا. والثاني اسمه عبد الله ابن أبي أمية، هذا ابن عمة رسول الله، عمة رسول الله اسمها عاتكة، واختلف أهل العلم هل أدركت الإسلام فأسلمت أم ماتت قبل الإسلام. وحدث لهذين الرجلين حدث غريب ما كان ليحدث لغيرهما أبدا، نقف عنده وإن شاء الله تعالى نكمل غدا. أسأل الله أن ينفعنا بما تعلمناه والحمد لله رب العالمين.